السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. النهارده في فيديو جديد وعندنا النهارده ستيل اند فلاش 2. طبعا يا جماعه نزلت لكم في المنتدى وقلت لي نزل عنها تاني مفيش اي مشكله. طب يا جماعه نخليها متوسط يعني بلاش صعب قوي ولا سهل قوي عشان يكون في شويه حماس كده. وخلينا على طول نروح ونعمل الدوله بتاعتنا. انا هخليها الدوله العثمانيه يا جماعه. احنا هنقود الدوله العثمانيه. طبعا هتكون يعني حاجه صعبه شويه. وبما ان احنا هنقود الدولة العثمانية فاحنا لازم يعني نشوف كده هنطلع منين، هنكون من انهي بيئة. فانا شايف ان احنا نكون من الايوبيين، تمام. وكمان اكون انا صياد. دي يا جماعة احاول اظبطها، دي المستوى بتاعي. خلينا على طول مثلا نزود شوية في القيادة ونزود في القوة ونزود في الصحة ونزود في الصحة دي برضو كده، وعلى طول نصغر بس عشان نشوف كده احنا بخيل. طب دي حاجة كويسة. طبعا تركيا يا جدعان يعني من اول سيفاس ديت لحد بقى ايه اما نوصل لاسطنبول، فاحنا دوت هدفنا ان احنا نحرر المناطق دي كلها. فانا لازم طبعا اكون عندي الجيش الكافي ان انا اعمل كده. فانا دلوقتي انا ما عنديش يعني طبعا هو انا بس اللي بحارب. فاللي انا محتاجه ان انا الاول ابتدي احارب القراصنة والكلام دوت كله، وبعدين اطلع بقى اشوف الدولة العثمانية. اول حاجة خلينا نروح الحانة، مفيش جنود عشان نجندهم للاسف. وانا صراحة يعني مش هاخد حاجة غير الحانة يعني، لان الباقي اللي هما الجنود المبتدئين دول بيكونوا تعبانين خالص. خلينا ناخد جنود من الامبراطورية الرومانية. زي ما شايفين كده دوت ليفل 7. لو قلنا تجنيد مش هينفع عشان احنا اصلا مستوانا اقل منه، فطبعا ما ينفعش اقود جندي يعني هو اعلى مني قوي. فدوت ينفع ليفل 6 نجيب دول، تمام. ونشوف برضو لو في حد تاني كده ليفل 6 نحاول نجيبه، ليفل 4 ليفل 10 3. طب خلينا نجيب ليفل 4 دوت، تمام. احنا دلوقتي ما نقدرش اصلا نقود غير 10 جنود، متخيلين انا وعشر جنود. خلينا نبعد عن دول بس، وخلينا على طول نروح نشوف مثلا في القدس كده مثلا شوية جنود ولا حاجة، ممكن يكون في جندي كويس ليفل 6. طب يا جماعة الحانة في القدس فيها جنود، فخلينا نشوف كده جندي ليفل 6 عندنا برضو رامي اسهم. ماشي مفيش مشكلة، خلينا على طول ناخده. وفي نفس الوقت برضو هعمل ايه، هروح برضو على القدس، تمام. وبعدين نروح على تجنيد الجنود، وبعدين استئجار مدرب. وعلى طول هنقول ايلين استئجار مدرب، رغم ان سعره عالي يا جدعان بس هيفيدنا جدا جدا جدا، وهتشوف يعني هيفيدنا وهيزود جيشنا بطريقة كويسة حلوة قوي. هما دول مدام خايفين مننا يبقى احنا هنقدر ان شاء الله ان احنا نكسبهم. فخلينا على طول نحاول كده نوصل لهم ونهاجمهم. طيب لا هما مش خايفين مننا، هو احنا لسه معلناش الحرب على العصابات دي. فاحنا دلوقتي ممكن نشوف فرقة كده، هما يا جدعان اكتر مننا بشوية يعني. فانا بلاش بلاش يعني، خلينا نروح على دول احسن، او دول مثلا اي حاجة دوت نهاجمه مفيش مشاكل قتال، وعلى طول نبتدي اول معركة لينا. اعذروني بقى يا جدعان كده لو الصوت دلوقتي هيكون فيه شوية يعني شوشرة، علشان طبعا يعني التليفون انا بحركه كده وانا بلعب، فاحتمال يكون الصوت بايظ شوية. فلو في حاجة معلش. خلينا بس كده نقول للجنود بتوعنا ان هم يقفوا ويصطفوا كلهم جنب بعض، مش عايزين نكون جيش همجي يعني. احنا مش عصابة، احنا المفروض احنا اللي اقوى منهم، فاحنا اللي نكون منتظمين عشان احنا اللي هنقابلهم. نقول لهم بقى يقفوا كده ويصطفوا كويس ويستعدوا للمعركة دي. وطبعا انا معاهم بس انا هستخدم القوس والسهم، تمام. اما هم ابتدوا ينزلوا من على الجبل ممكن دلوقتي اقول هجوم، ويلا رجاله هاجموا. احنا نحاول برضو نضرب لنا كده سهم ولا حاجه في النص. هو على ما اعتقد يعني ان شاء الله كسبانين المعركه دي. انتوا شايفين كده دلوقتي هم احنا موتنا منهم ثلاثه وهم مش قادرين يموتوا ولا واحد، دي حاجه كويسه. وانا مش عارف برضو اجيب سهم في دماغ الواد ده. اوه حلو قوي، هيد شوت دي وموتته على طول، وبرضو كمان هيد شوت وموتته على طول، وانا جبت كلتين كده. حلو قوي الكلام ده، كلتين يا جدعان في اول معركه. موتنا 10 واحنا في نفس الوقت ما ماتش من عندنا ولا واحد، حلو جدا. طبعا لان هم يعني يعتبر مجرد شويه حراميه.
طبعا يا جماعة ناخد الغنائم دي كلها، مش هسيب اي حاجة، عشان نروح نبيعهم واحنا نستفيد بيهم. وزي ما انتوا شايفين كده ان المرتزقة دول او المجرمين دول اعلنوا عليها الحرب، مفيش اي مشاكل بالنسبة لي عادي يعني. وبعد كده برضو نقدر ان احنا نطور الفرقة بتاعتنا. طبعا ده ليه؟ بسبب انه احنا قدرنا ننتصر عليهم، والفرقة دي اكيد يعني عملوا انجازات خلال المعركة. وزي انتوا شايفين كده برضو 31 من المجرمين دول بيحاولوا ان هم يلحقوني، فاللي انا هعمله ايه دلوقتي؟ هخش على القرية دي وانتظر فيها، تمام؟ انتظار. هم هيمشوا ويسيبوني في حالي، وفي نفس الوقت برضو انا هزيد في قدرة قتالية، فدي هتكون حاجة كويسة، وممكن كمان التدريب يزيد. دلوقتي يا جدعان هم مشيوا، بس ايه زي ما شايفين كده في منهم العشرة دول متأخرين، فانا هحاول الحقهم. هو للأسف انا ملحقتهمش لوحدي، هنحاول نجيب دول كده. مش عارف هل هنقدر نكسب ولا بلاش صح؟ مش عارف والله. خلينا الأحسن احنا نروح نعمل ايه، ندور تاني على مجرمين من اللي هم العشرات دول أحسن. طب يا جماعة بعد التدريب بيقولي الجنود بتوعك زادوا تاني، ده بسبب طبعا المدربين اللي احنا أجرناهم. هروح على المدينة دي وبعديها على طول أبيع الحاجة اللي معايا فيها. هو زي ما انتوا شايفين كده هنا مجرمين، نحاول بقى ان احنا نصطادهم. دول هيكونوا سهلين، للأسف دخلوا المكان بتاعهم ده، فمش هنقدر ان احنا نصطادهم. ممكن نحاول طيب نصطاد دول مثلا، اي حاجة، عايز اصطاد اي حد. طيب مش معقولة كده، دول كتير شوية عليا. احنا عايزين حاجة 15 10 عشان نبقى سهلة يعني. ممكن نحاول نشوف كده، دول هما دول بيحاولوا يلحقوني، فاحنا نمشي ونقرب كده من القائد ده، يمكن هو يساعدنا دلوقتي. ايوه زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان دخل معانا القائد الخوارزمي ده، وخلينا على طول نبتدي نحاربهم بينا بجنودنا وبجنود القائد الخوارزمي. احنا اللي هنكون حاكمينهم، وهناخد طبعا غنايم واسرى لو قدرنا. وعلى طول برضو نطلب من جنودنا ان هم يتنظموا، جنودي وجنود القائد الخوارزمي. تمام احنا كده مظبطين الدنيا، وهم بدأوا يهاجموا، احنا طبعا اكتر منهم بكتير. وغير كده معانا برضو شوية منجنيق وحاجات كده، فكام واحد معانا؟ 4 تقريبا. ماشي كويس، 4 مش وحشين. وطبعا زي ما شايفين كده في جنود بيقودوا المنجنيق، او الاربع منجنيقات بيقودوا الاربعة. احنا منتظرين هنشوف كده المنجنيق برضو دوت هيأثر ويموت لنا شوية جنود قبل ما يقربوا علينا. انا طبعا لو خسرنا المنجنيق انا ماليش دعوة، لان دوت بتاع القائد الخوارزمي، فمش هتكون خسائر بالنسبة لي كتيرة يعني. طبعا يا جماعة من الواضح ان المنجنيق اهو شغال زي ما انتوا شايفين كده هناك. وطبعا قللوا شوية جنود، اهو بيقللوا لسه اكتر واكتر، وصلوا ل 17 بعد ما كانوا حوالي 25. وكمان الجنود بتوعنا بيرموهم بالاسهم، فدي حاجه حلوه. اللي انا هعمله دلوقتي بقى ان احنا نقول على طول هجوم، وبعد كده احنا نطلع ونشوف بقى نقود المعركه بنفسنا. والله رجاله هجوم، في طبعا خياله اسرع مني، فممكن انا ملحقش اموت ولا جندي، بس هحاول على قد ما اقدر الحق لي واحد ولا حاجه، عشان انا عايز اوصل بقى الليفل اللي بعده علشان اقدر اني ازود الجنود اللي تحت قيادتي. حاول بس تجيب سهم واحد بس في دماغه، بس سهم واحد في دماغه، بس سهم واحد، انا عايز سهم واحد بس في دماغه بس. حلو قوي، حلو جدا كده يا جماعه، وصلنا الليفل 3، هنقدر نزود القياده بتاعتنا. هخليها 20 علشان احنا محتاجين صراحة، محتاجين ان احنا نزود الجنود بتوعنا، وان شاء الله بعد ما ناخد الغنايم من الحرب دي فيكون لينا فلوس كتيرة، وان شاء الله نقدر ان احنا نجيب جنود اقوى واقوى. هو لسه في جندي؟ لا خلاص كده مات، وانتصرنا في المعركة الحمد لله. نصر عثماني تاني، خسرنا 5 جنود بس كلهم خوارزميين زي ما انتوا شايفين كده، الخمسة من خوارزم، الخمس جنود خوارزميين، فما عنديش انا اي ضرر ولا اي مشكلة. بس عايز اشوف الغنائم، الغنائم قليلة جدا، بس طبعا عشان يعني انا جيشي اللي اقل وكده، خلاص مفيش مشكلة. خلينا برضو نروح على المدينة دي ونبيع الغنائم. تمام سوق بيع كل شيء، والله يعني مبلغ كويس برضو 660 ده،
ونحاول نجيب دول. للأسف إن هما مقدروش يهربوا. هو القائد دوت مستني أي حد يطلع ويموته ولا إيه؟ ده أنت قائد بارد بصحيح. خليني أروح الحانة بتاعة الدولة الخوارزمية ونحاول نجيب شوية جنود من عندهم. نقدر دلوقتي نجيب الجنود الليفل 7 والليفل 6 ونجيب جنود تاني ليفل ايه. ممكن اجيب ليفل 4. تمام، احنا محتاجين نزود جنودنا في اسرع وقت يا جماعة علشان نقدر ان احنا ان شاء الله يعني نقود معارك اكبر ضد المرتزقة دول. خلينا نروح على الحانة تاني برضو. هنا مفيش جنود خالص. خلينا نروح على تبريز ونروح على الحانة ونحاول نشوف لنا كده جندي برضو كويس احنا نقدر نجيبه. خلينا نجيب دول. تمام، بقاش معانا فلوس للأسف. خلينا بقى يا جدعان نعسكر كده هنا كده ولا فين؟ ماشي، هنا كده نقرب شوية من هنا على اساس نحاول نصطاد اي حد هو طالع من هنا. هنقف هنا كده يا جدعان قدام الكهف بتاعهم بالظبط، او نبعد شوية عشان برضو ما يلاقوش، وعلى طول نقوم عاملين كامب. واو يا جدعان زي ما شايفين كده جنودنا اتطوروا تاني بعد التدريبات، فدي حاجة كويسة جدا. في هنا يا جدعان اهو في معركة اهو ناخدها على طول. تمام كده، خلينا على طول احنا بقى نعمل ايه، هنعمل قتال سريع علشان برضو مش عايزين ان احنا نضيع وقت على الفاضي. تمام، معركة كده وعلى طول ناخدها في السريع. انا اعتقد ان احنا خسرنا جنود كتير، بس في نفس الوقت برضو زي ما انتم شايفين كده ان احنا جبنا غنايم كتير المرة دي، وكمان زدنا ليفل كمان حلو جدا. نزود بقى احنا المستوى بتاعنا ونزود القيادة واحد. خسرنا جنود الصراحة خسرنا كتير، بس مش مشكلة، المهم ان احنا جبنا غنايم كتير برضو نقدر ان احنا نروح دلوقتي نبيعها ونجيب بيها حاجات احلى واحلى. هبيع كل حاجة يا جدعان. هتقولي طب ما تستخدم الدرع واستخدم الخوذة واستخدم كل الحاجات دي لنفسك، اقولك لا دلوقتي، لأ دلوقتي محتاجين الفلوس اكتر عشان نجيب جنود اكتر. تجنيد الجنود الحانة ونروح نشوف على طول في جنود هينفعونا ولا لا. ليفل 10 دوت مش هنقدر ان احنا نجنده، وفي عندنا جنود كتير نقدر ان احنا نطورهم، فدي طبعا حاجة كويسة برضو. تمام، حلو جدا حلو جدا. جنودنا دلوقتي وجيشنا بقى اقوى بكتير. خلينا نروح على المدينة دي ونحاول نجيب جنود منها. نروح على الحانة، مفيش جنود برضو للأسف الشديد. هنحاول نجيب اي جنود من اي مدينة ونشوف كده. خلينا على طول نروح على تجنيد الجنود والحانة. هنا لقينا في المدينة دي. خلينا على طول نجيب كده كام جندي في السريع. تمام، الليفل 10 دول ما يقدروش يجوا للأسف. لأ، خلينا نروح على المدينة الكبيرة دي اللي هنا، وبرضه يا جماعة نجيب شوية جنود من عندهم. وبس كده يا جماعة الفلوس بتاعتي خلصت، وكمان يعني جنودي زادوا، فدي حاجة كويسة جدا. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وياريت يا جماعة تنشروا القناة في كل مكان بين أصحابكم وبين قرايبكم، علشان إن شاء الله لو وصلنا ل 3000 قبل رمضان هيكون في بثوث مباشرة كتيرة جدا في رمضان. وبس كده، سلام.